تحلم أن يكون في عندك كمبيوتر والكهرباء تيجي عندنا دايماً وبطل قطع وتلفزيون وتخت. تروح على أمريكا مشان حياته ومستقبلي مستقبل أخويا. بحب أكون دكتورة عشان أساعد الناس في هناك مدرسة ودورة عربي ورياضيات وإنجليزي. بحب التايكوندو وكرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والحبلة. أنا مستعدة جدا قبل ما يموت أم باسمي وأمي كانت تدور علي وأنا كنت تحت إجري بقول له جدو في ما يفيق. بعد أيام بس ما في مثلها أيام.